بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. روي عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه وأحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرائيل عليه السلام فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد. قلت: وعليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرائيل. فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام. قلت: منه السلام وإليه يعود السلام. قال: يا محمد، إن هذه تفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الجنة. فأخذتها وضممتها إلى صدري. قال: يا محمد، يقول الله جل جلاله: كلها. ففلقتها فرأيت نورا ساطعا وفزعت منه. فقال: يا محمد، ما لك لا تأكل؟ كلها ولا تخف، فإن ذلك النور للمنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة. قلت: حبيبي جبرائيل، ولما سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداؤها عن حبها.